يلا. بالنسبة لك استاذ ماجد، كارتك هنا يقول برقم 4، ممكن 4 عائلتك، ممكن 4 اشخاص بحياتك، ما اعرف، بس يدل او 4 مليون أربعة. دولار رصيده بالبنك. الله. او ممكن 4 مليون دولار. أو 4 نسوان يتزوج. لا لا ما صدق. 4 مليون مشاهد يحبوني انا. لا بس دا اشوف فوش معلومه يقول لي 4 ولدي. 4 ولدي. 4 ولدي. الله يحفظهم. 4 رقم 4. ياسين وصفاء وحيدر وعلام. الله يحفظهم. الله يحفظهم. استاذ ماجد ورقيه حبيبتي بابا. البيت والعائله جدا بشكل مو طبيعي، وهوايه اهتماماتك لبيتك وعائلتك، الله يحميهم ويحفظهم. الله يسلمك. يعني ام ياسين لا تخافي، في الخط الاحمر. هاي تاروته. خلصنا السونر. لا بعد اكو عنده شغله. اكو شغله تريدها، واكو ناس راح تقابلهم خلال 3 اسابيع، يعني بشهر رمضان، وراح تسوي شغل كلش مفيد ومهم بالنسبه لك. اكو مشاجره صارت فيما مضى، راح تمر هذه الفتره وتعدي، وراح تتصالح ويا ناس سووا لك مشكله. ان شاء الله. بس انت بداخلك اكو خوفه، بعد الخوف عنك. اي خوف، ان شاء الله. خلي طاقتك دائما مفتوحه. احنا الله موجود ابو الكل. نعم. وان شاء الله الحمد لله الله وفرج من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. خلصت اروجه. وش رايك باللي تقوله نور؟ والله يا استاذ نزار حقيقة يعني هي نفس الاشياء. هي 100%. حلو. كل المية لها. عم المية. الله الله. راح ينتهي.